اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. الصحافه الفرنسيه تتحدث عن النحالين في اليمن فقدوا حريه الحركه داخل بلادهم ومات الكثير من نحلهم. منع رجل الماني من امتلاك لوحه ارقام سياره تشير الى هتلر. ترامب يتهم سفيرته في أوكرانيا برفض تعليق صورته في السفارة. أحد الضباط يقع منزله جوار قسم شرطة خورمكسر بعد أن أقدم على الاجتزاء من سور مبنى الشرطة ليقيم لمنزله سورا، وفق ما جاء في موقع عدن الغد والذي عنوان قائم بأعمال شرطة خورمكسر يعترف بوقوع أعمال بس تعرضت لها الشرطة ويقول أنها أزيلت. وقال الموقع أن القائم بمهام مدير قسم شرطة خورمكسر اعترف بتعرض حرم الشرطة لأعمال بس لكن تمت إزالتها. وقال عقيد سالم السعدي أن أحد الضباط يقع منزله بجانب إدارة الأمن قام ببناء السور خلال الإجازة الأسبوعية، وتم تشكيل لجنة من إدارة أمن عدن ونزلت إلى الموقع وتم إزالة السور وتم وضع ضابط في الحيز. وقال السعدي هناك من وجدها فرصة للإساءة لنا كوننا نعمل بصمت بعيدا عن الأضواء وادعاء البطولات. أضاف كل ما يهمنا هو تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن ومحاربة وكشف الجريمة، وهو الهاجس الأهم الذي نسعى لتحقيقه ليل نهار. في تغطيتنا لما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات وتهديدات نطالع من موقع كريتر سكاي. اللجنة النقابية الصحفية تدين التحريض ضد نقيب الصحفيين في عدن وتدعو الأمن إلى تحمل المسؤولية. وقال الموقع أن اللجنة النقابية الصحفية بوكالة الأنباء اليمنية سبأ في عدن استنكرت بشدة أسلوب التحريض الممنهج والمتعمد الذي تمارسه صحيفة أهلية ضد مدير عام الوكالة رئيس النقابة في عدن محمود ثابت صالح. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم أن الصحيفة الأهلية الصادرة في عدن قامت بحملة تحريض تهدف إلى النيل من جهود الحفاظ على ممتلكات الوكالة ومبناها ووحدة الصف النقابي المهني للصحفيين والنأي بهم عن الصراعات السياسية. 5 دروس من الانتفاضات العربية الجديدة، تحت هذا العنوان كتب جرجس فهمي مقالا تحليليا أعادت صحيفة الغد نشره وترجمه علاء الدين أبو زينة. يقول الكاتب استندت الموجة الثانية من الانتفاضات العربية التي بدأت في السودان في ديسمبر من العام الماضي والتي امتدت إلى الجزائر ولبنان والعراق هذا العام إلى التجارب السابقة من التحولات السياسية خلال الربيع العربي، واستفادت من دراسة أخطائها وإنجازاتها على حد سواء. وقد تعلم المتظاهرون في هذه الموجة الجديدة من الانتفاضات العربية فعلياً 5 دروس. الدرس الأول أن الإطاحة برأس النظام لا يعني أن النظام السياسي كله قد سقط، ولذلك يتطلب التغيير السياسي تغيير القواعد وليس بمجرد أسماء أولئك المسؤولين عن تطبيقها. الدرس الثاني أن اللجوء إلى العنف أسرع طريقة لإنهاء أي أمل في التغيير الديمقراطي، وحتى عندما تنجح الجماعات المسلحة في إسقاط النظام فإن وجودها نفسه يعرض للخطر المرحلة الانتقالية بعد ذلك. الدرس الثالث أنه بمجرد سقوط النظام القديم يجب أن تكون الفترة الانتقالية عملية اتخاذ قرار جماعية والتي تتمتع فيها المعارضة بحق النقد على الأقل. الدرس الرابع أن العمليات السياسية الانتقالية يجب أن تبدأ بالاتفاق على قواعد اللعبة قبل المضي قدماً إلى الانتخابات. في هذه الموجة الثانية الحالية يعتبر المتظاهرون الانتخابات بمثابة فخ يمكن الأنظمة القديمة من إعادة إنتاج نفسها بأسماء جديدة. أما الدرس الخامس والأخير فهو أن الدعوة إلى التغيير في المنطقة تذهب إلى ما هو أبعد من الديمقراطية الانتخابية وتمتد إلى المطالبة بإجراء إصلاحات اجتماعية اقتصادية عميقة. على عكس العام 2011 يتمتع المتظاهرون فيه بميزة هو أنهم يقومون في جميع أنحاء المنطقة بتكييف تكتيكاتهم بشكل واضح مع الدروس المستفادة من الجزء الأول من هذا العقد. في جولتنا اليوم في الصحافة الفرنسية نطالع تقرير حول اليمن ركزت عليه الكثير من الصحف ويرصد معاناة النحالين اليمنيين، ونطالع التقرير من صحيفة لاكرو الفرنسية. في اليمن الحرب تمنح قطاع العسل مذاقا مريرا. في شمال شرق صنعاء لا تزال خلايا محمد مانع متراصة في محاذاة بعضها البعض، لكنه مثل غيره من مربي النحل في البلاد.
يائس من رؤية إنتاج العسل الذي يعتبر ذهب اليمن، فقد تعطل إنتاجه مع الحرب التي تجتاح البلاد. على أرض خالية من الأشجار في منطقة أسلم الريفية، يفتح محمد مانع إحدى خلايا نحله بيديه العاريتين لإظهار أن النحل يضع رحيقه على الألواح المصطفى في اسطوانة خشبية. قال محمد مانع: عندما وصلنا مؤخرا إلى هذه المنطقة من محافظة حجة على خط المواجهة بين طرفي الحرب، التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين، أصيبت شاحنتان في غارة جوية. أضاف قائلا: كانت الشاحنة الأولى تحمل العسل والثانية تحمل الخلايا. ويقول تقرير الصحيفة الذي ترجم لصالح قناة بلقيس: صعوبة التصدير والغارات الجوية وتضاؤل الحركة أثرت على هذا القطاع الذي كان فخر البلاد فيما مضى، ووفقا للمهنيين. وتقول الصحيفة: لقد تخلى العديد من مربي النحل عن هذه التجارة ولم يجدوا منفذا لمنتجاتهم في بلد أدى الصراع فيه إلى الحد من القوة الشرائية لليمنيين. أحد المنتجات الرئيسية لهذا النشاط الذي يطلق عليه باللغة العربية السدر هو عسل عناب من الأراضي البرية والصحراوية في جنوب شرقي اليمن، وبشكل أكثر تحديدا من محافظة حضرموت. يعتبر أحد أفضل الأنواع في العالم، ويعزو المتخصصون إليه العديد من الميزات العلاجية مثل علاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ولا توجد إحصاءات دقيقة عن الإنتاج العام للعسل في اليمن وعن نسبة الانخفاض في هذا الإنتاج. تقول الصحيفة الفرنسية: لدى العسل اليمني خصوصية عدم التبلور وفترة صلاحية طويلة، إنه منتج نادر للغاية ولكنه مكلف للغاية، وهو موضع تقدير من قبل كل من الدول الخليجية الثرية وفي باقي العالم. الفرصة التي يجب ألا نضيع تحت هذا العنوان، كتب جواد العناني مقاله المنشور في العربي الجديد. الربيع العربي الذي بدأ عام 2011 كان من المفترض أن يعبر عن تطلعات الشعب العربي وآماله لمستقبل أفضل، قد تم الانقلاب عليه فظهرت المرارة والحروب والدمار وتقوية الأطراف غير العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووجد العرب أنفسهم واقعين تحت التأثير الإيراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن، ورأينا دول الخليج تقبل بمعادلة جديدة في علاقاتها مع أمريكا طلبا للحماية وتدخلا إسرائيليا مباشرا من أجل أن تبقى أمريكا في صف العرب. وها نحن نقف على أبواب عام 2020، فما هي الحصيلة؟ أولها تقهقر في معدلات النمو العربي ومظاهرات وتجمعات عارمة تحتج على كل النماذج التي سعت إسرائيل لترسيخها. وثانيها اكتشاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليهود والمسيحيين الأمريكيين الليبراليين لا يرون فيه الرئيس الناجح المفوه الذي يمثلهم، وصار هؤلاء الليبراليون أشد خصومة لرئيس حكومة إسرائيل نتنياهو. في المقابل ستؤدي الاحتجاجات في لبنان والعراق بغض النظر عما ستؤول إليه الترتيبات داخل البلدين إلى إضعاف نفوذ إيران فيها. لهذا قد تفتح التغييرات المتوقعة لجهة تضاؤل نفوذ اليمين الإسرائيلي وتراجع شعبية الحكم في إيران وشرعيته المجال أمام إعادة الطمأنينة إلى دول الخليج وإلى بناء أنظمة عربية أكثر وعياً بالأخطار التي تحيط بها. إذا حصل هذا الوعي فستسقط صفقة القرن، وسيستعيد العرب جزءاً من هيبتهم وحكمهم أنفسهم، وستعود التدفقات الاقتصادية والمالية والبشرية العربية والبنية إلى مسارها الصحيح. تقاطر الآلاف من الريفيين في عدد من قرى عزلة سامد في محافظة ريما وسط اليمن للاحتفاء بتدشين 5 طرق ريفية انتهت أشغال إنجازها من خلال مبادرات مجتمعية تطوعية. وقد تحدثت صحيفة العربي الجديد عن الاحتفال وعنونت: وسط عجز السلطة، يمنيون يشقون 5 طرق ريفية بمبادرات تطوعية. وقال المواطن نبيل علي أن سكان هذه المناطق بتوافدهم للطريق التي تم إنجازها يعبرون عن سعادتهم بهذا العمل الذي طال انتظاره. أضاف للعرب الجديد: تمكن أفراد من المجتمع من إنجاز عمل عجزت الأطراف السياسية عن الإتيان بمثله للتخفيف من معاناة الأهالي بسبب وعورة الطرقات والجبال الشاهقة. وقال المواطن نبيل أن 187 مليون ريال يمني كانت إجمالي المبلغ الذي قام أبناء المجتمع الفقير في قرية سامد بالتبرع به لبناء الطرق 5 طيلة عامين كمرحلة أولى، ليتم خلال المرحلة المقبلة التحضير لتنفيذ 4 طرق ريفية جديدة
بتحفيز مستمر وتعبئة مجتمعية من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتا إلى أن قرى ريما لم تشهد من قبل حشدا مجتمعيا مثل الذي خرج عند افتتاح الطريق، فهذا حدث كبير جدا عند الأهالي استقبلوه بفرحة غامرة. سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سفيرة بلاده السابقة في أوكرانيا، وقال أنها رفضت تعليق صورته في مبنى السفارة، وعنونت شبكة البي بي سي. ترامب يقول أن ماريا يوفنفتش رفضت تعليق صورته في السفارة الأمريكية في أوكرانيا. وقال ترامب لفوكس نيوز عن السفيرة السابقة: هذه السفيرة التي يقول الجميع أنها رائعة لم ترغب في تعليق صورتي في مقر السفارة في كييف. أضاف ترامب: لقد قالت عني أقوالا سيئة ولم تدافع عني، ومن حقي أن أغير السفيرة. وقال ترامب: القاعدة هي تعليق صورة الرئيس في مقرات السفارات الأمريكية، ولم تكن هذه السيدة ملاكا. واستمر ترامب لفترة طويلة خلال المقابلة المتلفزة مع شبكة فوكس نيوز للحديث عن نظرية المؤامرة التي تقول أن أوكرانيا وليست روسيا هي التي تورطت في التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، وهي النظرية التي قالت عنها فيونا هيل المسؤولة الاستخباراتية في البيت الأبيض أنها رواية خيالية. ماذا يجري في القوس الإيراني؟ تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله في العربي الجديد. المحتجون في إيران يرون أن حكومتهم تبدد طاقات البلد وموارده في مغامرات إقليمية وسعيا وراء أوهام إمبراطورية لا تعود عليهم إلا بالعزلة والحصار وضنك العيش. ليس هذا فحسب، بل يطالب إليهم الصبر والتضحية والمقاومة فيما يستشري الفساد في طبقة الحكم على نحو غير معروف حتى في أيام نظام الشاه. وفي خضم صراعات النخبة الحاكمة، أمر رئيس السلطة القضائية الجديد إبراهيم رئيسي بفتح تحقيق في قضايا فساد بمليارات الدولارات تطال خصوصا الإخوة لاريجاني علي وصادق، اللذين يبدو أن قرارا بإزاحتهم عن المشهد قد اتخذ في إطار ترتيبات خلافة المرشد. وتعد إيران من بين الدول 30 الأكثر فساداً حسب منظمة الشفافية الدولية، ما يساهم في زيادة التفاوت الطبقي الكبير أصلاً. وبحسب الحكومة فإن الزيادة أخيراً في أسعار البنزين سوف تذهب على شكل إعانات مالية لنحو 60 مليون إيراني، ما يعني أن 75% من الإيرانيين يعدون بحسب الحكومة مستحقين للمساعدة، علما أن تقارير مختلفة تتحدث عن أن نصف الإيرانيين يعيشون حوالي تحت خط الفقر، أي بأربعين مليون نسمة، في حين يعيش 14 مليون إيراني عند خط الفقر الأدنى. لا غرابة إذن أن تنتقل الاحتجاجات هنا أيضا من مطالبات بتراجع الحكومة عن رفع أسعار البنزين إلى إحراق صور المرشد والمطالبة بإسقاطه. لن تسقط الاحتجاجات في إيران والعراق النظامين الحاكمين في البلدين، لكنها كشفت في حالة الأولى مقدار الفجوة التي باتت تفصل النظام عن الفئات والشرائح التي مثلت يوما قواعد دعمه الرئيسية. وفي العراق بات واضحا بشهادة الوثائق المسربة أن قدرة إيران على اختراق النخبة السياسية العراقية وتجنيدها كانت أكبر بكثير من قدرتها على اختراق المجتمع العراقي، وهذا أهم ما فيها، والتاريخ لن يرحم أحدا. قضت محكمة ألمانية بأنه لا يحق لصاحب سيارة الحصول على لوحة أرقام تشير إلى الزعيم النازي الراحل أدلوف هتلر وإلى العام الذي تولى فيه الحكم، وعنونت الشرق الأوسط: منع رجل ألماني من امتلاك لوحة أرقام سيارة تشير إلى هتلر. وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة مونستر الألمانية أن لوحة الأرقام HH 1933 تنتهك المعايير الأخلاقية لأنها تشير على نحو واضح إلى التحية النازية هايل هتلر وإلى العام الذي أصبح هتلر مستشارا لألمانيا فيه. وكانت بلدية فيرزن الألمانية على الحدود الهولندية سمحت بإصدار لوحة الأرقام هذه بناء على طلب صاحب السيارة، إلا أنها تراجعت عن القرار في وقت لاحق. وتقدم صاحب السيارة بطلب عاجل إلى محكمة في دوزلدورف للطعن على القرار، إلا أن المحكمة رفضت طلبه ليتوجه الرجل بقضيته إلى المحكمة الإقليمية في مونستر التي أكدت الحكم السابق. نشرت صحيفة البريطانية تقريرا بعنوان إيقاع ثابت ويد ثابتة، ما يستمع إليه الأطباء أثناء الجراحة. ويقول التقرير أن العمل في غرفة الجراحة يتطلب التركيز والعناية بالتفاصيل وتعاون فريق العمل والصمود الجسدي والقدرات الحركية، وقد يساعد الاستماع إلى الموسيقى في ذلك. يقول التقرير أن استخدام الموسيقى أثناء الجراحة بدأ في العام 1914 بهدف استرخاء المرضى
قبل بدء حقبة استخدام التخدير. وتقول الصحيفة البريطانية أن الأبحاث توصي بالاعتدال في استخدام الموسيقى في قاعة الجراحة، بحيث يكون ارتفاع الصوت في مستوى متوسط يخفف التوتر، لكنه لا يسبب إزعاجا أو يطغى على أصوات الطاقم إذا أرادوا إبلاغ بعضهم أمرا. هل حان وقت الاستقلال الحقيقي للعرب؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها، وجاء في أجزاء منها: أحيا اللبنانيون الذكرى 76 لاستقلال الجمهورية اللبنانية بأجواء احتفال غير مسبوقة، لأنها تناظرت مع الاحتجاجات التي تعم البلاد، مطالبة برحيل كل وجوه الطبقة السياسية التي تحكم لبنان. وكان معبراً في هذا السياق أن العرض العسكري في مقر وزارة الدفاع كان مختصراً، فيما كانت شوارع العاصمة ومدن أخرى ممتلئة بالمتظاهرين المطالبين بالاستقلال الحقيقي، وذلك بإسقاط السلطات الفاسدة. غير أن هذا ليس حال اللبنانيين فحسب، بل هو حال شعوب عربية عديدة تبدو في حال أحوج بكثير إلى الاستقلال الحقيقي. لقد اعتبرت أغلب الشعوب العربية أنها حصلت على استقلالها. كانت دول الاستعمار توظف اقتصادات تلك البلدان لصالح اقتصاداتها، وتتلاعب بساستها، وتوظف عملاءها، وتحرك جيوشها وأجهزة أمنها لقمع وضبط تلك الشعوب. وما إن جاءت دول الاستقلال الموعودة حتى فوجئت شعوب عربية عديدة بنخبها الحاكمة الجديدة، وخصوصا منها التي جاءت من انقلابات عسكرية رافعة شعارات كبرى لتوحيد بلدان العرب المجزأة ونشر العدالة الاجتماعية وتحرير فلسطين. لقد تعاملت تلك النخب الجديدة مع بلدانها كدول محتلة ومع مواطنيها على أنهم طبقة من الدرجة الثانية. ومع كل ذلك فقد عادت أشكالا جديدة من الاحتلال المباشر من قوى خارجية وإقليمية، كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن، من دون أن ننسى الاحتلال الاستيطاني البشع المستمر لإسرائيل التي تحولت جزءا من المعادلة العربية وحاميا لهذه الأنظمة الطاغية والفاسدة، بعد أن كانت الحجة التي تم الاستيلاء بها على السلطة في عدد من بلدان الطوق. في جولتنا المصورة اليوم ننتقي لكم من صحيفة الجارديان أفضل الصور والتي وثقت الأحداث ومظاهر شهدها العالم خلال الأيام الفائتة. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.